تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تحياتي الشيخ أمير قريشي. يا أهلا بك، أهلا ومرحبا. من وين؟ من المغرب إن شاء الله، من المغرب. جزاك الله عنا كل خير بإذن الله. واحد الأحد سني. سني سني ومش سني. سني بالسني. ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا أخي الكريم؟ من فترة التقيت بأحد أصدقائي، أحسبه من الناس الأذكياء ومن الناس يعني الأقربين إلى القلب. طيب. تحدثت، أنا لم أكن أعرف أنه شيعي. هو كان شيعي. طيب. هو كان شيعي متابع شيعة أهل البيت. طيب. على صلوات ربي وسلامه عليه. طيب. أحلى القرسي. تسمعني؟ أسمعك يا شيخ. جنابك تبكي. رحم الله عبرتك، رحم الله عبرتك، رحم الله دموعك. اي حقك 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 حقك. ضحكوا على الناس، غرفة فارغة، وتعال افتر وتعتبر نفسك مسلم. اي حقك حقك. شوهوا الإسلام، شوهوا صورة النبي، لعبوا ولعب. ما لم يبقى من الإسلام إلا اسمه. حقك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ، إذا أردت أن تسأل سؤال تفضل. ما أعرف يعني جنابك، يعني هل أفهم من جنابك أنك تريد أن تركب سفينة النجاة؟ نعم، أريد أن أركب سفينة النجاة، ولكن عندي بعض استفسارات إذا أمكن. نعم تفضل تفضل اطرح. قلت في برنامج لك مفتوح أن سيدنا علي عليه الصلاة والسلام هو نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. عفوا، قلت أن علي هو نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. وأنك قلت عندما رأى في وجوه الكفار والمنافقين أنهم سيضخمونه أو يجعلونه من صفاته إله، قال على أنه مثل ذبابة أو مثل بعوضة في ملك الله. في ملك الله، نعم. إذا كان سيدنا علي بعوضة في ملك الله، فما نكون نحن؟ أي لا شيء. نعم لا شيء، أحسنت. هنا يرتفع مقام الخالق، مقام الله فوق عفطة العنز أنه خالق ورازق. فوق، تفهم شو نقصد؟ فهمت يا شيخ، فهمت. فهم شو نقصد؟ يعني قبل الناس تعرف الله على أنه خالق رازق مبدع، خالق رازق، بينما حينما يعطي هذه الأشياء لأشخاص كمحمد وآل محمد، وآل محمد يكونون هم العلة الواجدة والعلة الفاعلة الخالقة والرازقة، ثم يقولون ما نحن إلا كبعوضة في ملك الله. هنا تكتشف أن بتصريف الله عز وجل، تكتشف أن مقام الخالق لا لا, لا هو ما هي من صفات، شوف ما هي صفات الله؟ واحدة من صفاته لا تدركه العقول،
ويدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار ويدرك فإذا الأبصار. أدركته العقول هذا ليس ب... ليس بخالق، هذا ليس بإله، ليس بإله. أحسنت، ليس بإله. هنالك رواية جميلة خليني أذكرها. هنالك رواية جميلة عن الإمام السجاد عليه السلام عن الإمام الصادق عن أحد الأئمة وكلهم واحد. جاءه رجل مضمون الرواية فقال له: يا مولاي أسألك عن خالق السماوات والأرضين. أهل البيت عليهم السلام كانوا دائما يمنعوننا نحن الشيعة أن نتكلم في الله، حتى الإمام يقول: إذا وصل الكلام إلى ذات الله فامسك، الكلام في الله كفر. يعني دائما كانوا يمنعوننا، أين الله ومتى الله وكيف الله ممنوع، هذا في ديننا حرام ما يجوز. جيد؟ فالإمام عليه السلام أراد أن يقطع هذا الباب، ماذا قال للرجل؟ الرجل قال للإمام عليه السلام: أريد أن أسألك عن خالق السماوات والأرضين، يعني يقصد عن الله عز وجل. فقال الإمام عليه السلام: إن كنت سائلني، مضمون الرواية، إن كنت سائلني عن الله فهو الذي لا تدركه العقول ولا الأبصار، وإن كنت سائلني عن خالق السماوات والأرضين فأنا من خلقتها. سبحان الله، سبحان الله، سبحانك يا ربي. طبعاً الرواية إلها تكملة، أنه هذا الرجل راح أراد أذاع هذا الخبر، فالإمام عليه السلام جاء له بعض الصحابة والإمام ما أراد أن يعرفوا، فقالوا له أن فلان قال عنك كذا وكذا، فقال: لا، كذب. وهذا شرحه موجود في محاضرة بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين. الرواية فيها شيء من الغير التقية وفيها شيء من التقية، لذلك بعض الحمقى من المقصرة والأغبياء يستدلون بها على أن الإمام ينفي، بينما هي بداية الرواية تثبت وذيل الرواية ينفي، وهذا يعني أن الإمام ثبت من غير ظرف تقية ونفى في التقية. والله إني لأعلمكم وأعلم مراجعكم قسما برب الكعبة. نعم أخي كريم، نعم، يا أهلا بك، يا أهلا. إذا أمكن أجيبك عن سؤالك، رجل نزل بعائشة، نزل أي تفضل. صريح العبارة، هناك ثلاث أوجه. طيب، الوجه الأول، إما أستغفر الله العظيم، إما أنها امرأة كانت زانية بالفعل، أو أن ناقل الحديث كذاب، أو أن نحن السنة لا نستخدم أي ضرر من العقول، أي ضرر من العقل. لا نستخدم ماذا عفوا؟ أي ضرر؟ لا نستخدم أي ضرر من العقل. من العقل السليم. يعني الأول والثالث صحيح، الثاني غير صحيح، غلط. يعني بثلاث أوجه، إذا صح أن الإنسان أن يحكم عقله سوف يرى ثلاث أوجه، إما كذا وكذا وكذا. أي نعم صحيح. طيب احنا نسمع عنك انت، بماذا تأثرت اكثر شيء؟ اكثر شيء تأثرت بأخلاق سيدنا علي عليه الصلاة والسلام، وصبره على المحن التي صبر عليها هو وزوجته فاطمة رضي الله عنه وأرضاها وأولادها الحسن والحسين وأمنا زينب. صراحة بدأ جسمي يحس بقشعرير عندما أذكرهم، وعندما يعني أحاول أن أستغفر لنفسي، أجلس مع نفسي، صراحة أقول: ما هذه الصلاة الذي أصلي؟ ما هذا الدعاء الذي أدعو؟ ما هذا الصوم الذي أصوم؟ كله كذب في كذب. الله. 14 قرنا ونحن في غفلة، ما هذه الأمة؟
هم متابعات أبو بكر وعمر وعثمان، ما هذا، ما هذا يا إلهي؟ لماذا لم نستقم على صراط الرسول عليه الصلاة والسلام وصراط إمامنا علي عليه الصلاة والسلام؟ لا أدري، ما هل كنا نائمين أم ماذا؟ ما لا أدري، والله لا أدري. وكيف رأيت عائشة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الإنسان منا لا يرضى أن يسمع عن أمه كانت تدخل كذا وكذا على رسول الله، كذا وكذا على رسول الله. لا يمكن أن تكون أما أولا، ولا يمكن أن تكون أما لأي كائن من كان، أن تكون أمه كما جاء في الأثر، أن يقول لك الإنسان أن أمك كذا وكذا كانت تدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قمة التفاهة. ويأتي رسولنا الكريم، وهنا نضرب عرض رسول الله ووحي رسول الله وعقل رسول الله، نضرب عرض الحائط. يأتي رسول الله ويقول لها ما هذا؟ تقول له أخي من الرضاعة. ألا يعلم رسول الله ما وراء الحيطان حتى تقول لي أنت إنه أخي من الرضاعة؟ أخي من الرضاعة، كارثة هاي الرواية، كارثة. في القمة الكارثية وقمة التفاهة وقمة، والله لا يعني. أي امرأة أن تعمل هذا العمل، تعرف؟ أي امرأة؟ لا يمكن على وجه البسيطة أن تكون امرأة تعرف الله وتعرف رسوله وتعرف حدوده أن تفعل من أن تعرف أن تفعل هذا برسول الله ولو من بعد موت رسول الله. وعندما كنت أنصت لك لمحاضرة أن رسول الله وفى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، في الشرح الذي جاء بالأئمة الاثنى عشر، تقولون هذه الآية تفسر بأن فإن مات أو بل قد قتل، بل قتل، أحسنت، بل قتل. نعم. بل قتل يعني تحلوا لي العينين ديالي وليت كنبحث، نقلب هنا. إيه؟ رسول الأمة لد أكثر من ثلاث مرات في بيتي وبين زوجاتي، ومات ولم يدفن، بقي جسده الشريف لمدة أكثر من ثلاثة أيام، في قمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله عبرتك، رحم الله عبرتك. جزاك الله عنا ألف خير. والله لا يعني الكلمات عجزت عن التعبير. رحم الله دمك. هذا ركوبك لسفينة النجاة، هل سيكون معك العائلة أيضا أم فقط أنت؟ حاليا سوف إن شاء الله سوف أكون وحدي، سوف أعمل على هذا في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. عندما أتمكن من فعلا يعني إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته.
إن شاء الله تعالى جاهز لتكرر معي شهادة الإسلام. جاهز بإذن الله إن شاء الله. الله بركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا أحدا صمدا. إلها واحدا أحدا صمدا. منزه عن العبث والفساد. منزه عن العبث والفساد. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. سيد المرسلين. سيد المرسلين. وخاتم النبيين. وخاتم النبيين. وأفضل العالمين. وأفضل العالمين. معصوم من قبل رب العالمين. معصوم من قبل رب العالمين. عن كل رجس وشيء. عن كل رجس وشيء. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. وخير خلق الله بعد محمد. وخير خلق الله بعد محمد. وأحق خلق الله. وأحق خلق الله. بمقام محمد بعده. بمقام محمد بعده. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. وهند وأم الحكم. لعنة الله عليهم. الحمد لله. أني لعنة الله. الحمد لله. أني لك رفع الله مقامك. جزاك الله. أني جزاك الله عنا ألف خير. مع العترة الطاهرة عليه الصلاة والسلام. جزاك الله عنا كل ألف خير. بارك الله بك. رفع الله مقامك. آمين آمين آمين. أنت جنابك من المغرب صح؟ من المغرب إن شاء الله. يا أهلا بك يا نمسا. إن شاء الله تعالى عن قريب أيضا نسمع بخبر هداية العائلة وركوبها لسفينة النجاة. إن شاء الله إن شاء الله. هنالك جزيلا. هنالك مقطع بالقناة، هل شاهدت عن الصوم الصلاة والوضوء؟ سوف أبحث عنها في قناة المنتقيم. أي نعم، فقط اكتب أنت الوضوء إن شاء الله. أمير قريش راح يطلع لك. شكرا جزيلا لك. يا هلا بك. شكرا جزيلا. وارسل رسالة أيضا يتواصل معك. يا هلا بك. جزاكم الله عنا ألف خير. شكرا جزيلا لك. أن الشرف. يا أهلا ومرحبا. في رعاية الله. في أمان الله.